السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في جولتنا الاقتصادية، ونبدأها معكم مع بنك الكويت المركزي الذي أعلن اليوم تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار. وأضاف المركزي أن أجل الإصدار 3 أشهر بمعدل عائد 1.25%، وكان المركزي قد أصدر في 26 من يوليو الماضي سندات وتورقا بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر.